إذن بننتقل إلى النقطة التي تليها، صفات المسعف. إذن صفات المسعف معايا ما يقارب 9 نقاط. أول نقطة بأن يكون صبور وسريع البديهية، قادر على التحكم بانفعالاته، قادر على السيطرة على الموقف، وفي نفس الوقت لديه إدراك سريع جدا لمساعدة المصابين. النقطة الثانية أن يكون صاحب خبرة بالتقنيات الإسعافية، لديه مهارات في الإسعافات الأولية مثل ما ذكرنا سابقا. النقطة الثالثة صاحب شخصية وثقة بالنفس، وبالتالي هو قادر على إدارة مكان الحادث، بالتالي مهم جدا أن يكون واثق من الخدمة التي يقدمها للمصابين، واثق من إدارة مكان الحادث. النقطة الرابعة من صفات المسعف أن يكون صاحب مبادرة، مش ينتظر إلى أن يطلب منه، لا، بيبادر مباشرة بتقديم الخدمة للمصابين. النقطة الخامسة أن يكون ذو أخلاق وأمانة ومخلص. لو نتذكر مع بعض أثناء ما تم قصف قاعات العزاء أو قاعات الأعراس، للأسف البعض دخل إلى هذه الأماكن بغرض أنه مسعف للمصابين، ولكن يا ليت كان كذلك، وإنما جرى وراء السرقة والبحث عن الجنابي، المسدسات، الممتلكات الشخصية. لا، المسعف الأولي لابد أن يكون ذو أمانة ويحافظ على ممتلكات المصابين، ويكون مخلص في تقديم الخدمة للمصابين حسب ما تدربها. من صفات المسعف كمان أن يكون سليم البنية الجسدية، قادر على نقل المصابين بطريقة صحيحة، بالتالي مهم جدا أن يكون ذو بنية قوية. كذلك لديه الإدراك والوعي والسلوك الحسن، بالتالي مهم جدا أن يتصرف بطريقة يقظ ومنتبه ومدرك وذو أخلاق رفيعة. المسعف الأول يا شباب يجب أن يكون حذر، لكنه غير خائف، حذر مثل ما ذكرنا سابقا من أن يعطي أو يضع يده بيد الشخص الغريق، لأنه قلنا لا يمكن الغريق أن يفلت يدك إلا أن تأخذ بيده وتسعفه، وإلا أن تظلوا مع بعض وتكون النهاية المصاب مع المسعف كلاهما نهاية مخزية. تالي لابد أن يستخدم وسيلة ما بينه وما بين المصاب، لكن في نفس الوقت المسعف غير خائف في مكان حريق، لا، لابد أن أخذ أدوات السلامة وواجه هذه الكارثة وأقدم الإسعاف الأولي للمصابين وأعمل على إخلاء المصابين. إذن المسعف الأولي غير متهور، لكن في نفس الوقت لا يتأخر بتقديم الخدمة عن المصابين. النقطة التي تليها المبادئ العامة للإسعاف الأولي، في معايا مبادئ مهمة جدا ذكرنا بعضها سابقا في الإسعاف الأولي.
أول مبدأ هو مبدأ الحماية، سواء الحماية للمصاب أو للمسعف نفسه أو حماية للمتجمهرين أو حماية لممتلكات المصاب. حماية المسعف لنفسه ذكرنا المثال السابق. مثال آخر إنه لا يمكن المسعف يعرض نفسه للخطر وبالتالي معايا نزيف، والمصاب ربما يكون لديه فيروس في الكبد، بالتالي هنا مهم جدا على أن نستعمل أي أدوات الحماية مثل أخذ قطعة قماشية ثم الضغط على مكان النزيف، ما يتم وضع اليد مباشرة. هنا عملت حماية ما بيني وما بين المصاب. حماية المصاب كذلك إنه مثال على حماية المصاب، نحرر المصاب من مكان الخطر، لا زال الحريق في المبنى مشتعل وفي معايا عدة مصابين، يتم إخلاءهم من مكان الحريق. النقطة الثالثة كمان حماية المتجمهرين، إن المتجمهرين ربما يكونوا معرضين للخطر وبالتالي مهم جدا أنه يتم حماية المتجمهرين. النقطة الرابعة حماية ممتلكات المصاب، وذكرنا سابقا مثل ما حصل في صالات الأعراس أو العزاء، وهذه ليست من صفات المسعف. المسعف ذو أمانة وذو أخلاق رفيعة. من مبادئ الإسعافات الأولية كمان التعامل مع الإصابات. توجب على كل مسعف أن يكون لديه مهارات في كيفية التعامل مع كل إصابة. إذن أولا تقديم الإسعاف في موقع الإصابة إلا في حالة وجود خطر على حياة المسعف أو المصاب. على سبيل المثال تقديم الإسعاف في مكان الإصابة لشخص يعاني من جسم غريب داخل الفم، بالتالي ممكن يحصل انقطاع للأكسجين وللتنفس، بالتالي هنا لابد أن نقدم الخدمة في مكان الحادث. متى أنا ما أقدمش الإسعاف في مكان الحادث؟ إذا كان هناك خطر على المسعف وعلى المصاب. الخطر قلنا قد يكون توسع مكان الحريق، الخطر ربما يكون انهيار الصخور من الأعلى إلى جوار المسعف والمصاب، عدة أخطار. بالتالي أنا أسحب المصاب إلى مكان آخر، لكن في كل الأوقات إذا لم يوجد تهديد على مكان الحادث يتم تقديم الإسعاف في مكان الحادث. عند وجود الخطر حرر المصاب من الخطر مثل ما ذكرنا سابقا. النقطة الثانية تغطية المصاب للحفاظ على حرارته. احنا قلنا أثناء الإصابة ممكن يفقد سوائل، وبالتالي عندما يفقد السوائل بيحصل معه برودة لحرارة الجسم. النقطة الثالثة عدم الإدلاء بالمعلومات التي تزعج المصاب، يجب أن يكون هناك أمانة سواء في الممتلكات أو في المعلومات، ما نقولش المكان في المجالس أو في الطرقات أو أماكن تجمع الناس، لا، يتم الحفاظ على المعلومات التي تخص المريض. النقطة الرابعة تحرير بطاقة شخصية أو تقرير بسيط عن حالة المصاب، اسمه، عنوانه، رقم هاتفه، عمله، نوع الحادث الذي حصل، هل يوجد لديه أمراض سابقة مثل السكر، الضغط،
أو يتناول أدوية نفسية أو يتناول أدوية الصرع إلى آخر. إذن النقطة التي تليها منع تدخل المتجمهرين في العمل الإسعافي، يطلب منهم مثلا إحضار معدات ضرورية للعمل، بالتالي استعن بمن حولك وإلا أعاقوك. النقطة السادسة تقديم الإسعافات الأولية حسب الأولويات، وهذه بناخذها في الشرائح التالية، معنا أولويات من الدرجة الأولى ومن الثانية ومن الثالثة. على سبيل المثال درجة الأولى، أولويات الدرجة الأولى هي عبارة عن توقف التنفس أو توقف القلب وإلى آخر. النقطة السابعة الحفاظ على هدوء المصاب والعمل على السيلوجيكال سبورت، الدعم النفسي بشكل مستمر للمصاب. على سبيل المثال الحمد لله على السلامة، أمورك إن شاء الله يا والد طيبة، ما تقلقش، مسألة وقت إن شاء الله تكون أفضل، وهكذا. نقطة الثامنة مراقبة العلامات الحيوية للمصاب بشكل مستمر، كل 10 دقائق، كل 15 دقيقة يتم مراقبة التنفس ودقات القلب. في نفس الوقت لا يجوز للمسعف أن يقرر بأن المصاب متوفي، بل هي مهمة الطبيب، وبالتالي مهم جدا على المسعف هو تقديم الإسعاف الأولي، لكن إنه يقرر بأن المصاب متوفي أو يدري بمعلومات زي كذا لا. المسعف الأولي إذا توقف القلب بيعمل إنعاش قلبي رئوي، أما إذا كان الشخص متوفي مضى عليه ساعة ساعتين وهناك علامات تدل على الوفاة، لا يجوز هنا الإدلاء بمثل هذه المعلومات. النقطة التي تليها ما هي الخطوات أثناء الحادث أو خطوات التصرف الصحيح أثناء الحادث؟ احنا قلنا إدارة مكان الحادث، أي حادث معايا مسبب ومعايا مصاب ومعايا متجمهرين، بالتالي المسبب يتم إيقاف مصدر الإصابة مثل ما ذكرنا سابقا، إذا كان التيار الكهربائي يتم فصل التيار الكهربائي، إذا كانت أسطوانة الأكسجين أسطوانة الغاز يتم إغلاق أسطوانة الغاز، وهكذا. إذن الخطوات، أولا حماية المسعف لنفسه وحماية المصاب. إذن حماية المسعف لنفسه وحماية المصاب تتم كالتالي: أولا المواجهة، مهم جدا أن المسعف على أساس يؤمن نفسه أن يبرز بطاقة تدل على أن لديه خبرة في الإسعاف الأولي، أو أن لديه ترخيص في مزاولة مهنة الطب أو التمريض أو الصيدلة أو المختبرات أو غيره. إذن يكون ذو ثقة بالنفس، يفرض نفسه بس بأخلاق عالية، بالتالي ممكن يقول أنا مسعف في الهلال الأحمر اليمني قادر على مساعدة المصابين، لو تكرمتم ممكن تفسحوا لي الطريق نساعد المصابين. هنا يثق الآخرين فيك ويثق بالمهارات التي لديك. النقطة التي تليها تأمين السلامة. تأمين السلامة بشكل دائم سواء للمسعف أو للمصابين. إذا قلنا المسعف مهم جدا إنه
يعمل على تأمين نفسه، يكون حذر وفي نفس الوقت ما يكونش خائف. ومن ثم عليه أن يخفف من المخاطر التي ربما تحصل للمصابين أو للمتجمهرين. يعني قلنا نحرر المصاب من الخطر. النقطة التي تليها إزالة الخطر. إزالة الخطر مثل ما قلنا وجود صعب كهربائي يتم فصل التيار، وجود حادث مروري نحول مكان السير ونضع إشارات تدل على وجود حادث، لا زالوا مصابين داخل السيارة يتم إخراجهم، حدوث تسرب غاز نعمل قلنا على إقفال أسطوانة الغاز، وهكذا. كذلك الاستفادة من وجود المتجمهرين. إذن وجود المتجمهرين يشكل عبء على المسعف من خلال تدخلهم بطريقة عشوائية. احنا قلنا استعن بمن حولك وإلا أعاقوك. إذا ممكن نطلب منهم أن يعطونا ألواح خشبية، قطع قماشية، أن يحضروا ماء، أن يتصلوا بسيارة الإسعاف أو مستشفى أو مدير مدرسة أو بعاقل الحارة. هذه بعض الأشياء التي ممكن أستفيد منها من المتجمهرين. ننتقل إلى النقطة الأخرى وهي حقيبة الإسعافات الأولية أو صندوق الإسعافات الأولية. مهم جدا أنه يكون لدي صندوق إسعافات أولية أو عبارة عن حقيبة إسعافات أولية داخل المنزل، في السيارة، مكان العمل. لأنه قلنا الحوادث كثيرة، ممكن تحصل في المنزل، ممكن تحصل في مكان العمل، ممكن يحصل في أثناء الرحلات. على سبيل المثال داخل المنزل ممكن يحصل معايا حريق، ممكن يحصل معايا غرق، طفل دخل إلى الباثروم إلى الحمام وموجود البانيوم الآن بالماء وتسلق ودخل في هذه الماء، ممكن يحصل معه غرق وحصلت حالات، ممكن يحصل معايا تسمم، ممكن يحصل معايا لدغة تعبان، ممكن يحصل معايا صعق كهربائي، ممكن يحصل معايا جروح، ممكن يحصل معايا اختناق إلى آخر. إذن يجب أن يكون لدينا حقيبة إسعافات أولية تساعدنا على تقديم الإسعاف الأولي بطريقة صحيحة. هذه شكل من أشكال حقيبة الإسعاف الأولي، لديها مقبض يسهل حملها أثناء الرحلات أو في السيارة، تحتوي على أربطة وشاش معقم وضمادات وقطن وملقط للأجسام الصغيرة، تحتوي على أشياء نستطيع من خلالها تقديم بعض الخدمات للمصاب. لاحظة مهمة، في المنزل يجب أن تكون حقيبة الإسعاف الأولي بعيدا عن متناول الأطفال، نفسها نفس الأدوية، تأكد من تاريخ صلاحية المواد من فترة الأخرى، وأي مادة منتهية يتم استبدالها. يفضل أن نحتفظ بقائمة أرقام هواتف الطوارئ بصندوق حقيبة الإسعافات. يكون معي بعض الأرقام، عندنا في كل العالم يكون هناك رقم خاص بالطوارئ 999، عندنا موجود لكن غير مفعل بشكل كبير، بالتالي أنا ممكن يكون لدي رقم مستشفى، طوارئ مستشفى، لدي رقم خاص
سواق سيارة إسعاف لدي مثل هذه الأرقام. طيب أولويات الإسعافات للإصابات، قلنا المهم فالأهم، الأشياء الخطيرة أولا ثم الأقل خطورة. أول نقطة على أساس من يستحق تقديم المساعدة، الذي يعاني من انسداد في المجاري التنفسية. كذلك تأتي مباشرة بعد الايروي، المجاري التنفسية، الغيبوبة، الشخص الذي فاقد الوعي. نضع المصاب في وضعية الاستفاقة. وضعية الاستفاقة هي الوضعية الجانبية، بحيث لو يوجد أي سوائل يتم التخلص منها، ما يحصلش معنا حاجة نسميها اسبيريشن، اختناق. النقطة الثالثة النزيف، وخاصة النزيف الشرياني. النقطة الرابعة الصدمة، وإذا كان سبب الصدمة هو النزيف فلازم نعوض المصاب بالسوائل. خامسا إصابات الرأس، يجب تقييم تفاعل حدقة العين ومستوى الوعي عند المصاب. إذا كانت حدقة العين متوسعة دليل على وجود إصابة بليغة، إذا كان مستوى الوعي يقل فمعناه عندي إصابة كبيرة في الدماغ أو نزيف. النقطة السادسة إصابات العمود الفقري. إصابات العمود الفقري يتم نقل المصاب بطريقة صحيحة. احنا بنقول دائما أي شخص فاقد الوعي يتم نقله ككتلة واحدة. النقطة التي تليها الكسور، سواء في الصدر، في الفخذ، في الساق، كذلك جروح البطن، كذلك الحروق. النقطة الأخيرة التسمم بأنواعه. العشر نقاط السابقة يتم قراءتها قراءة فقط، لكن أولوية تقديم الإسعاف الأولي يتم التركيز على هذه الأولويات، أولويات من الدرجة الأولى ومن الثانية والثالثة. أولويات الدرجة الأولى هو أول نقطة الاختناق وتوقف النفس، لأنه قلنا من دقيقة إلى 3 دقائق بيحصل معانا برين هايبوكسيا، نقص الأكسجين عن الدماغ، وممكن يحصل معانا برين ديث، وفاة أو الموت السريري. بعدها تجي توقف القلب، بعدين يجي معانا النزيف، وخاصة قلنا النزيف الشرياني، بعدين إصابات الرأس الشديدة، بعدين الصدمة العصبية، بعدين فقدان الوعي أو الإغماء. أولويات الدرجة الثانية، أول نقطة الحروق، النقطة الثانية الكسور المتعددة، النقطة الثالثة إصابات الظهر والعمود الفقري. أما بالنسبة للدرجة الثالثة الكسور أو الجروح البسيطة الخدوش، جروح واسعة واضحة يستحيل فيها الإنقاذ، موتى عند الوصول، شخص ميت خلاص ما بقدم له شيء. في عندي شخص يعاني من انقطاع في التنفس، له الأولوية في الإسعاف الأولي. نجي ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي كيف يتم التعامل مع الشخص أو المصاب الواعي والمصاب فاقد الوعي، الكونشس والأنكونشس. إذا كان المصاب واعي نقدر حجم الإصابة، هل الإصابة خفيفة، متوسطة، بالغة الخطورة. كذلك يتم سؤال المصاب عن وجود ألم أو شكوى في مكان ما. إذا يوجد إشارة من المصاب على رجله اليمين على سبيل المثال،
يتم فحص مكان الإشارة ونلاحظ ما هي نوعية الإصابة ونخلع الملابس ونفحص مكان الإصابة أو الشكوى لدى المصاب. يتم فحص الجسم من الرأس إلى القدم للتأكد من وجود إصابات، ممكن الإصابات هذه تحت الملابس. بالتالي على سبيل المثال نبلغ المصاب أن يرفع يده اليسرى، رفعها معناه لا يوجد أي إصابة، أما إذا كان يوجد فيها كس ما بيقدرش يرفعها، بيشتكي من الألم. كذلك نقول له ارفع رجلك اليمين أو اليسار. كذلك المسعف يلاحظ لون الجلد والأظافر وداخل العينين، لأنه ممكن يكون معي أزرقاق في الجلد أو في الأظافر، معناه وجود نزيف داخلي أو معناه نقص في الأكسجين. يلاحظ المسعف ضيق تنفس المصاب ويشم رائحته، لماذا؟ إذا يوجد رائحة الأسيتون خاصة أصحاب الحريق أو الشخص اللي تسمم بمواد لاذعة. كذلك نقيس النبض والحرارة، هذا بالنسبة للمصاب الواعي. المصاب الفاقد الوعي، أول نقطة نتأكد من الايروي مجرى التنفس. النقطة الثانية نبحث عن وجود نزيف، وخاصة إذا كان النزيف داخلي. أما النزيف الخارجي فالكل بيلاحظ الدم. النقطة الثالثة نقدر مستوى الوعي لدى المصاب عن طريق الليفل ريسبونس، معنا قاعدة تسمى ليفل ريسبونس، مستويات الوعي AVBU أو جلاسكوما سكيل. جلاسكوما سكيل هذا معيار دولي لقياس مستوى الوعي، يعطى 15 من 15، 4 على الـ A opening فتحة العين، و5 على response to voice الاستجابة للصوت، و6 على response to movement الاستجابة للحركة. بعدها يتم قياس العلامات الحيوية، ومثل ما تكلمنا سابقا المريض فاقد الوعي يوضع بوضعية الاستفاقة اللي يكون على شكل جانبي، بحيث إذا يوجد أي سوائل في الفم أو خارجة من المعدة يتم التخلص منها إلى خارج الجسم. آخر نقطة معنا اللي تكلمنا عليها قياس مستوى الوعي، ليفل أوف ريسبونس. قياس مستوى الوعي عن طريق الأربع الأحرف اللي أمامنا، أولا الـ A alert، نشوف استجابة المصاب وهل أن المصاب واعي أو غير واعي، هل المصاب مدرك، هل المصاب يعرف المكان الذي يتواجد فيه، البلاس والتايم الوقت، مش شرط انه يعرف انه الوقت الان الساعة الثانية ظهرا او الثالثة عصرا او الرابعة عصرا، لا، ممكن يقول الان نحن في الظهر، الان صباح، الان مساء. الفي معناها verbal response in some manner to voice، الاستجابة لبعض الأصوات، استجابة لبعض الأصوات. نقول على سبيل المثال اسمك، بيقول المصاب اسمي محمد، معناته ان المصاب واعي، اسمه الحقيقي محمد، بينما مصاب آخر اسمك كان ناصر لكن في الحقيقة اسمه محمد، هو جاوب على السؤال لكن جاب لي إجابة خاطئة، ما قدرش يميز، بينما مصاب آخر سألت له اسمك رد علي بأحرف متقطعة تتة ألبة، ما جاب ليش إجابة واضحة، معناته هذا مستوى وعيه أقل.
بينما آخر أسأله ما فيش أي صوت ولا تنتنة ولا أحرف متقطعة. بالنسبة للبي معناها البين response in some manner to painful stimulate، الاستجابة للتحفيز المؤلم. والله عملت ضربة بسيطة على يد المصاب محمد لكن للأسف لم يجاوب، بينما شخص آخر باشرة فتح عينه واستجاب، بينما شخص آخر استجاب بالتحفيز المؤلم. التحفيز المؤلم أنني أضع الإبهام، أصبع الإبهام على سطح العين أو بالأصح على حافة العين واضغط واشوف الاستجابة للألم. النقطة الأخيرة unresponsive، غير مستجيب، does not respond to painful stimulate، لا يستجيب لأي تحفيز مؤلم، بالتالي هذا معناه unconscious أو كوما، فاقد الوعي. يكون هنا انتهينا من المحاضرة الأولى في الإسعافات الأولية. أهم المحاور تبعنا هي تعريف الإسعاف الأولي، أهداف الإسعافات الأولية، كذلك البرايمري أسسمنت التقييم الأولي للمصاب، ونعرف صفات المسعف، كذلك أولويات الإصابة، كذلك كيف نقيس مستوى الوعي. أتمنى أن الكل استوعب محاور المحاضرة، وأي استفسارات أو أسئلة نحن مستعدين للرد عليها أولا بأول. أتمنى لكم التوفيق والنجاح طلابي الأعزاء، ودمتم بألف خير. إن شاء الله نكون معكم في المحاضرة القادمة وهي تخص النزيف والجروح، ونتعرف مع بعض ما هو النزيف الشرياني والنزيف الوريدي، ونعرف أنواع النزيف، النزيف الداخلي والنزيف الخارجي، وكيف نحسب الكمية التي فقدها المريض من الدم، ونعرف أنواع الجروح وكيف يتم الإسعاف الأولي للنزيف والجروح. أتمنى منكم أعزائي الطلاب أن تكونوا معنا دوما في متابعة دروسكم باستمرار، ومثل ما اتفقنا في بداية المحاضرة نكون مع بعض تحقيق مقرر الإسعافات الأولية الذي لابد من الكل طالب وطالبة أن يكون لديه مهارات قادر من خلالها على تقديم الإسعاف الأولي للمصابين أو لمكان عمله أو في المنزل أو في الشارع أو أثناء الرحلات وغيرها. دمتم بألف خير ومع ألف سلامة.